في الغربة حكايات، بالغرب في حكايات، في الغربة حكايات، في الغربة حكايات. أنا من ديروت أسيوط، خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الأنيميشن جامعة المنيا. بدأت حكايتي من أول 2008، من أول ما سبت مدرستي وانتقلت للمنيا. سبت المدرسة وسبت الكومفورت زون بتاعتي وسبت كل أصحابي وأهلي وخدمتي والكنيسة اللي تربيت جواها. دي كانت أكبر صعوبة ممكن أمر بيها وقت الغربة. وأنا في أسيوط مدرستي كانت من كيجي طول ثانوية عامة هي نفس الأصحاب، بقينا عيلة واحدة مش بس أصحاب عاديين. ودي كانت أكبر صعوبة، إن إحنا نتعامل مع ناس جديدة وشخصيات جديدة ما نعرفهاش. الحياة في ديروت كانت سلسة جداً، كل حاجة متاحة وكل حاجة بنقدر نعملها بأريحية فظيعة. مفيش مشوار بنتعب فيه، كل حاجة جنبنا، كل حاجة بتجيلنا لغاية البيت. الوقت ده بتاع الدراسة هو كان أفضل وقت عملت فيه علاقة مع ربنا، وأكتر وقت بركة عشت بيه ولسه عايشة بيه لغاية دلوقت. هو اللي اتعلمت فيه إزاي يكون ليا عشرة معايا، وإزاي يكون ليا وقت خلوة يومية وأكتر من مرة كمان في اليوم. اتخرجت 2013، وبعد ما اتخرجت بالظبط بعشر أيام نقلت للقاهرة. في خلال شهرين كنت اشتغلت، ووقت الدراسة رجع أهلي لديروت تاني. قعدت أنا وأختي عايشين في شقة لوحدنا في القاهرة. الحياة في القاهرة مش سهلة خالص بالنسبة لحد عايش في مدينة هادية. حياة صعبة ورتمها سريع ومواشاوير بعيدة، كل ده كان بيعمل ستريس ولود علينا من غير ما نحس. حتى وقت الخير ما بقتش عارفة أخده زي الأول. كل حاجة في حياتي اتغيرت، لغاية ما ربنا بدأ يبعت لي حاجات بتنور قدامي الدنيا. بعت لي فريق تلمذة، بقيت هو اللي بيعرفني على الدنيا وبيرجعني تاني إن أنا أصلي وأخد خلوتي زي الأول. أول ما اشتغلت هنا اشتغلت في وزارة الشباب والرياضة. كنت بسأل نفسي إيه علاقتي بالشباب والرياضة وأنا فنون جميلة؟ إيه علاقتي بالكورة؟ لكن اكتشفت إن الشباب قطاع والرياضة قطاع. وما دخلت الشباب اكتشفت إن أنا لأ، فعلاً كليتي أنا ممكن أشتغل بيها هنا. وقتها بقيت أحس إن ربنا كان ليه حكمة في إن هو يجيبني لغاية هنا. لقيت نفسي مسؤولة عن 16 مركز تعليمي جوه 16 جامعة مصرية، وبنعلم الشباب من تحت الصفر الفن لغاية ما يوصلوا إن هم يكونوا مشاريع خاصة بيهم بالفن ده. شغلي مع الشباب حسسني اني لسه بكمل في خدمتي بالظبط، زي ما كنت بكمل في الموسيقى والكورال والمسرح انا لسه بكمل معاهم وبعلمهم بنفس الروح اللي كنت بشتغل بيها جوه الكنيسه. ودايما حاسه ان دي رسالتي لربنا جابني عشان بحلم ان الفن ينتشر في مصر ويأثر في كل حياه المصريين، اني اكمل دراسه في الارت ثيرابي ونأثر في حياه الناس التعبانه المحتاجه فعلا ان الفن يلمس حياتهم. لا، شفت حاجات كتير قوي بهدله، يعني العيال بيقولي اول الورشه يعيطوا اخر الورشه هم واثقين في روحهم وبتاع. بيقعدوا اليوم كله كامل 5 ايام، يوم متواصل من 10 الصبح ل 10 11 بالليل، لغايه ما يطلعوا في الاخر منتج مسرحي. بس في النص احنا بنعلمهم ان هم يطلعوا برا نفسهم في البدايه. يعني كان عندي كيس شاب كان عنده حاله نفسيه، واول يوم في التمرين كان بيغمى عليه، يعني في الاكسرسايز العاديه جدا هو بيلف لفات بسيطه وبيغمى عليه. بعد الورشه بسنه جالي هو بطل العرض المسرحي واخد مركز ثالث، فده كان بالنسبه لي انا كنت قاعده بعيط. يعني وقتها بس بحس ان شغلي ليه لازمه، وان تعبي في اللف على 16 جامعه ده ليه قيمه، لان انا فعليا صحتي بتتبهدل في حاجه زي كده. انا بقعد شهر ونص بس الف، ده بحس ان انا ليا لازمه، والمحاربه اللي بحاربها عشانهم هي مش شغل، هي خدمة. بحب برسم لوحات عادية من الطبيعة، بس بحب اشتغل بالأكوريل لأن هو من أكتر الخامات الحساسة، يعني مش بينتس عادية، هو درجة شفافية، فعلى قد ما بتحطي بإحساسك على قد ما بيدي على الورق، فهو ده اللي بيشفيني في الآخر. الفن بيشفي بيغسل. بحب أدور على حاجة أرسمها بحس إن مفيش أحلى من خلقته. ودايما كتير بص للبحر اقول له ازاي ربنا عملك كل ده عشان تريحنا، بس مجرد ان احنا نبص لك انت والسما بتريحونا. عشان كده الحاجات دي اللي اثرت فيا جوه القاهره، مفيش مساحات، العمارات قريبه من بعض، احنا مش عارفين، يعني عيني مش عارفه تجيب افق حاجه، في عماره 15 دور قدامي، فلا قادرين نشوف الطبيعه اللي ربنا عملها ولا قادرين نستمتع بيها. يعني فوقفت فن من بعد ما جيت القاهره.
بنسبة كبيرة ما برجعلوش غير لما بكتئب، ده غصب عني. كنت مرة برسم تفاصيل التلج وقت الكريسماس، وبعدين أخدت بالي إن ربنا اللي عامل التلجية الصغيرة قوي بكل التفاصيل الجميلة اللي فيها دي مش قادر يهتم بيا؟ تفاصيل حياتي أكيد هو قادر، يعني كانت التلجية اللي لا ترى بالعين مجردة جمالها، فخلقته أكيد ليها حاجة أحلى يعني. مرة كنت متضايقة قوي كده من كام شهر، وكنت في شغل في اسكندرية وكان الجو حر قوي، فبقول له يا رب يعني أنا الحياة بالنسبة لي وحشة، أنا مش مستمتعة قوي، كان عندي مشاغل كتير في شغلي، فخد لي أنت حقي وبسطني. فبقول له أنت دايما بترد عليا بالمطر، فجأة إن المطر نزل. وبعدين جه في بالي موضوع تاني كده، معرفش إيه اللي جابه في بالي، بقول له هو ممكن تكون أنت بتحله بالطريقة دي يا رب؟ لأول مرة كنت بشوف التلج في حياتي، نزل تلج وقتها. اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتاخر، فيصنع الرب بروكا ويعطيكم مطر الوباء. الغربه بالنسبه لي هي مدرسه الحياه، هي اللي غيرتني، هي اللي شكلتني، هي اللي حولتني من واحده مدلله جدا لشخصيه مسؤوله ممكن تقود الافات من غير ما تحس. الغربه هي اللي علمتني المسؤوليه. كان في وقت بنمر بيه صعب في البيت، بابا خارج مصر بيعمل عمليات، كانت مسؤولة عن 3 اخوات اصغر مني بالاضافة لشغلي، فعشان احتوي 3 في ظروف مش مطمئنة كان الموضوع صعب جدا. بس هو من اكتر الاوقات اللي تلامست فيها مع ربنا، والغربة شكلتني فيه بزيادة.